هل تعلم أن الذئب هو الحيوان الوحيد الذي يستطيع قتل الجن بعد أن تتمكن عيناه الحادتان من رصد الجن والوثب عليهم فيقتلهم؟ والذئب لا يأكل الجيفة لأنه من السباع ومن سلالة الملوك، ولا يحدث عند الذئاب زواج المحارم، سبحان الله العظيم، أي أنه لا يتزوج من أمه أو أخته كباقي الحيوانات. كما أن وفاء الأزواج لدى الذئب منقطع النظير، أي أنه يتزوج من ذئبة واحدة فقط مدى الحياة ولا يخونها. كذلك الأنثى لا تخون زوجها، والذئب يعرف أبناءه فهم يخلقون من أم واحدة وأب واحد. وفي حالة موت أحد الزوجين يقام حداد لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويلقب الذئب بالابن البار لأنه الحيوان الوحيد الذي يبر والديه بعد وصولهما لمرحلة الشيخوخة لعدم قدرتهم على مجاراة القطيع في الصيد، فيبقى الأبوان في الوكر ويصطاد لهما الأبناء ويطعموهما. سبحان من علمهم هذا، وسبحان من غرس فيهم هذه الفطرة. صفات الذئب هي الشجاعة والوفاء وعزة النفس وبر الوالدين.